والمتابعة مع مراسل القاهرة الإخبارية في كييف الزميل غيث مناف. غيث، ما التفاصيل حتى الآن؟ بعد التحية يا أحمد، دعني أشير الآن لما يأتي ويردنا. حتى هذه الساعة كنا متواجدين في موقع الانفجار الذي أصيب في مركز العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتحديد في منطقة السلامينسكي ريون. هذا المبنى الذي يتكون من 19 طابقا استهدف بمسيرة من نوع شاهد 131-136. الإشارات الأخيرة التي وردت من عمدة العاصمة الأوكرانية الذي كان متواجد في موقع الحادث أشار بمقتل فتاة تبلغ أو من مواليد 2009، بالإضافة إلى إصابة 5. واحد من تلك المصابين تم إجلاؤه على الفور إلى أحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، حيث يتلقى العلاج الكامل هناك. بالإضافة إلى ذلك، منذ أقل من 30 دقيقة دوس انفجارين في مدينة دنيبرو وسط الأراضي الأوكرانية، مما أشار البيان الصادر من قبل رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبرو عن أن هناك مقتل امرأتين وإصابة 10 أشخاص. تلك الصاروخين استهدف أحدهما مبنى سكني متكون أيضا من 20 دورا وأيضا مستشفى مدني، كما أشير في بيان رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبرو. الآن العاصمة الأوكرانية كييف تعاني من هجوم بمسيرتين على الأقل حتى ما ورد من قبل سلاح الجو الأوكراني. منذ لحظات سمعنا دوي انفجارات، سمعنا أعمال الدفاع الجوي هنا بالقرب من موقع القاهرة الإخبارية، حيث دخلت مسيرتين تتجه الآن إلى منطقة جيتومر غربي الأراضي الأوكرانية. إليك الكلمة أحمد. شكرا لك من كييف غيث مناف، شكرا جزيلا لك.